السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني لمدارس تبوك الأهلية النموذجية الابتدائية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هيا يا أبنائي نقرأ هذه الفقرة. وعندما خرجت الأسرة إلى البر، أخذت نورة حقيبة الإسعافات الأولية معها، وبينما كان ياسر يلعب سقط على الأرض وجرحت ساقه فصرخ من شدة الألم. أسرعت الأسرة لنجدته وحملت نورة الحقيبة معها، فقامت بتنظيف الجرح ومعالجته، ثم غطته بالشاش المعقم. وعندما رأى أبوها مهارتها أثنى على حسن تصرفها، وتمنى أن تكون طبيبة ناجحة في المستقبل. بعد ذلك يا أبنائي نجيب عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: إلى أين خرجت الأسرة؟ خرجت إلى البر. أحسنت يا بطل. ماذا حدث لياسر؟ سقط على الأرض وجرحت ساقه وصرخ من شدة الألم. بارك الله فيك. ماذا فعلت نورة لياسر؟ أسرعت نورة لنجدته وحملت نورة الحقيبة معها، فقامت بتنظيف الجرح ومعالجته، ثم غطته بالشاش المعقم. ماذا تمنى أبو نورة أن تكون؟ تمنى أن تكون طبيبة ناجحة في المستقبل. أحسنت يا بطل، بارك الله فيك. سنأتي الآن إلى معاني المفردات. مرادف لنجدته، لمساعدته. أحسنت. مهارتها، إتقانها. أحسنت. أثنى، مدح. جمع الألم، الآلام. جمع ناجحة، ناجحات. ممتاز يا بطل. مضاد خرجت، دخلت. غطته، كشفته. حسن، سوء. بارك الله فيك يا بطل. استخرج من الفقرة كلمة بها القمرية. البر. أحسنت. كلمة بها الشمسية. الشاشي. بارك الله فيك. كلمة مختومة بتاء مربوطة. حقيبة. أحسنت يا بطل. كلمة مختومة بتاء مفتوحة. أسرعت. بارك الله فيك يا بطل. كلمة مختومة بهاء مربوطة. ساقه. أحسنت. كلمة بها همزة وصل. الحقيبة. بارك الله فيك. كلمة بها همزة قطع. إلى. أحسنت. كلمة بها تنوين فتح. طبيبة وناجحة. أحسنت. كلمة بها تنوين ضم. ياسر. بارك الله فيك يا بطل.